اليوم الدراسة تتحدث أنه المجففات الهوائية لها قدرة على نشر الجراثيم أكثر من المناديل الورقية. طبعا بنشوف هذه المجففات الهوائية تحديدا في الحمامات العامة في المطارات، ونغفل أحيانا أنه استخدامها طبعا حسب الدراسة ممكن يأثر على نقل الفيروسات والميكروبات والجراثيم على نطاق أوسع، وممكن يسبب العديد من الأمراض. ووفقا لهذه الدراسة التي نشرت في مجلة تتحدث عن مكافحة العدوى وعلم الأوبئة بالمستشفيات، إن هذا الحل الأخير فيما يتعلق باستخدام المجففات الهوائية قد ينشر الجراثيم أكثر من المناشف الورقية. طبعا كلنا عم نحاول يكون في عنا تقليل لانتشار الفيروسات وخصوصا كورونا، ولكن عندما يلجأ البعض لاستخدام هذه المجففات التي تعمل بالكهرباء وتطلق تيار هوائي، فإن هذه المجففات هي سبب في مشكلة أكبر. ليه؟ لأنه قد تتسبب بفعل هذه أو السرعة العالية من الهواء بأنه تنقل الجراثيم من الملابس إلى الهواء والأسطح. رح نتحدث عن تفاصيل هذه الدراسة أكثر مع الدكتور درار حسن بلعاوي، مستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المعدية. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير يا ستي لك وللمشاهدين الكرام. يعطيك ألف عافية وصباح الورد. اليوم عم نتحدث عن ممارسات نعتقد أنها عادية، ولكن بالفعل نغفل أنها ممكن تكون سبب رئيسي بكثرة انتشار الفيروسات والتسبب بأمراض. نعم صحيح. حدثنا أكثر عن تفاصيل هذه الدراسة. ستي هاي الدراسة دراسة جميلة الحقيقة، وهي دراسة يعني إذا صح التعبير حديثة ولكنها قديمة في نفس الوقت، لأن النتائج يعني تحدثت عنها دراسات سابقة. نعم. اللي هي تخص مجففات الهواء الساخن الموجودة في الحمامات. نعم. يعني الكل بعرف أنه خلال جائحة كورونا احنا كنا دائما نحاول أن نبتعد عن التلامس، ولهذا شفنا مثلا في المطاعم ممكن تلاقي المنيو صار على كيو آر كود وهكذا وهكذا. فهي الدراسة حاولت أنها تجيب على السؤال، هل يعني مرة أخرى يمكن لمجفف الهواء الموجود في الحمامات أنه يساعدنا على أنه ما نلمس أشياء مثل المحارب الورقية وبالتالي يقلل من يعني انتقال الميكروبات في الحمام؟ نعم. فعملوا هاي الدراسة، جابوا فريقين الحقيقة، وفريق يعني تلطخوا أيديهم بنوع من أنواع الفيروسات لكنها غير الضارة لأنه لهدف الدراسة. نعم. وخلوا الجزء الأول من يعني الفريق إنه يجفف إيده بمجففات الهواء الساخنة، والثاني إنه يجفف إيده بالمحارم الورقية. والنتائج خلصت إلى إنه كما نتائج دراسات سابقة إنه مجفف الهواء يعني زاد من كمية الفيروسات على اليدين، وبالتالي أدى إلى انتقال هاي الميكروبات إلى خارج الحمام في مناطق المستشفى. نعم. هاي الدراسة كانت يعني معنية بأنه كيف يمكن لهاي الميكروبات أن تنتقل من خارج الحمام إلى مناطق داخل المستشفى. نعم. نعم. طب دكتور السؤال هنا، يعيش الفيروس ويتناقل في بعض الأحيان عن طريق الهواء أو مخالطة الأشخاص أو حتى الأسطح، صحيح؟ فهل هناك دراسات واضحة فيما يتعلق بالفعل أنه شو الطريقة الأسرع بانتقال هذه الفيروسات إذا أنا لمست السطح ولا استنشقت الفيروس عن طريق الهواء أو خلطت المصابين؟ إذا اليوم عم نتحدث عن الأماكن العامة وهذه المجففات التي تنشر الجراثيم بكمية أكبر. ستي طبعا هو إجابة على سؤالك بيعتمد على نوع الفيروس، يعني أنا بدي أذكر الإخوة المشاهدين أنه يعني تنذكر ما تنعاد جائحة كورونا، كان فيروس كورونا ينتقل وما زال موجود معنا طبعا، ولكن خلال الجائحة كانت السبب الرئيس في الانتقال هو عن طريق ربيذات العطس والسعال، ولهذا حصلت الجائحة وكنا نقول بأنه الفيروس هذا فيروس تنفسي سريع الانتشار. نعم. بينما في فيروسات ثانية لا، مثلا والله أنا بروح مثلا على الجدري مثلا أو على هذول الفيروسات تلامس لصيق ليس. نعم. من السهولة أن يتحول إلى جائحة. بالنسبة لنرجع لموضوع الدراسة اللي هو أنه كيف ممكن ينتقل هذا الميكروبات الموجودة بالحمام،
وعن طريق انه يعني المرحاض اللي هو بين قوسين السيفون، لما يضغط الواحد الى السيفون تنزل هاي المي فتطلع غمامه رذاذيه احنا ما بنشوفها. هاي الغمامه الرذاذيه فطيرات ممكن ان ينتقل فيها الميكروبات الموجوده في الحم في المرحاض، وبالتالي بتنتقل، فاما بتيجي على ملابس هذا الشخص او بتنتقل على الاسطح، وبالتالي هواء هذا الحمام لا يكون نظيفا. احنا بنعرف انه الحمام يعني منطقيا هو مش معقم، احنا عارفين طبعا، ولكنه ايضا هو ليس نظيفا. نعم. وبالتالي يعني هاي الدراسه اجت بتتاكد انه طيب لما نيجي لنقطه انه نغسل ايدينا وبعديها بدنا نجفف ايدينا، هل هناك ضرر من استخدام المجفف الهواء اللي هو الساخن، ولا يجب علينا ان نستخدم الاوراق المحارم الورقيه؟ وكيف كميه الفيروس بتكون وكيف ممكن تنتقل؟ زي ما حكيت للاسف ظهر بانه كما كنا نعرف واكدت هاي الدراسه بانه هاي المجففات الهوائيه تزيد من كميه الفيروس على اليدين، وممكن نتحدث اذا بدكم بالاسئله القادمه على انه كيف هذا الحكي. طيب دكتور، أنا سؤالي هون عم نحكي إذن كنصيحة منك وبحسب الدراسة الأفضل استخدام المناديل الورقية، صحيح؟ نعم صحيح. نعم. إحنا دائما على فكرة هاي الممارسات اليومية لما نروح على مطار ولا حمام عام أو حتى مرات الفنادق نستهين بكمية الفيروسات والميكروبات الموجودة، عشان هيك حبينا اليوم نلفت النظر لموضوع استخدام المناديل الورقية، إنه بالفعل ممكن يعمل لنا وقاية. هلأ مع موسم السفر كمان بيزيد، بيكون في عنا عرضة أكثر للعدوى لا سمح الله. رسالة أخيرة منك ستي، هو برضو عودة لشو استفدنا من هاي الدراسة. نعم. الحقيقة الاستفادة هو أن غسيل اليدين هو سيبقى الأهم. صحيح. قبل ما نتكلم عن تجفيف اليدين إما بهذا المجفف الهوائي أو عن طريق المناديل الورقية، هاي أول شيء. إذا غسيل اليدين 30 ثانية بالماء والصابون، إذا ما في عندي ماء وصابون مثلا في المستشفى بستخدم الكحول اللي هو بكون من 60 إلى 70% منه التركيز تاعه. إذا هاي أول نقطة. النقطة الثانية أنه نعم الأفضل هو استخدام المناديل الورقية. طب ليش يا دكتور؟ لأنه هواء الحمام مش نظيف، وبالتالي بيدخل على هذا المجفف وبالتالي بيخرج عنا هواء، هذا الهواء بيجي على إيديك فبيزيد من كمية الفيروس الموجودة أو الميكروبات بغض النظر اللي على إيديك. وبالتالي أنا شخصيا وحتى أنا شو بستخدم المناديل الورقية. طيب ليش بستخدمها؟ لأنه زي ما حكينا أول شيء ما بتاخذ من هواء الحمام وبالتالي بتعرضه لإيديك. اثنين، أنا بستخدم نفس المنديل بعد ما أجفف إيدي بسكر فيه حرفية اللي غسلت فيها، ما بلمسها، بسكرها بالمنديل. صح. وكمان لما أخرج مقبض الباب سبقتني على هاي المعلومة، يعني حتى لما نفتح الباب المفروض يكون معنا المنديل الورقي لكثرة استخدامه. نعم بالضبط. ليش؟ أنه هاي الأماكن سموها أماكن ساخنة هوت سبوتس دائما اللي تكون فيها 100%، ويكون معنا دائما المعقم بهذه الأماكن العامة. نعم صحيح. إذا هي النقاط الرئيسة اللي طبعا صحيح. كنا خلال جائحة كورونا إجراءات يعني صدعنا فيها يعني رؤوس. صحيح. ولكن نبقى بدي أشكرك على هذه المداخلة دكتور درار بلعاوي، مستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المعدية، كنت معنا عبر الهاتف ونهارك سعيد، كل الشكر لك.